طيب انا ارجع للجزئيه اللي بعض حتى بيشكك فيها وبيقول برضو دي ما تنفعش وهتبقى خناقه تانية، لما حضرتك قلت لي هننسق مع الجبهات والتحالفات التانية على المقاعد الفرديه. يعني كان استاذ علاء عبد المنعم من يومين قاعد مكان حضرتك كده وقال لا يمكن، اراهنك وهستني وهتشوفي، هيبقى هينزلوا قدام بعض وهنفتت الاصوات ومفيش حد ابدا هيسحب مرشحه في صالح التاني او يحصل التنسيق اللي تتكلموا عليه. لا هو ليه حق في حاجه، بس يعني اللي انا عليا كحزب او على المصريين الاحرار كحزب ان انا ممكن اسحب مرشحي لو لقيت هذه الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها، انما انا ما اقدرش اسحب ال 160 مستقل اللي نازل قدامهم. يعني ايه معايا؟ يعني الدايره هيبقى فيها 140 واحد نازلين قدام بعض. ايوه فردي. انا ممكن اسحب بتاعي، ما هو ده اللي انا قلت لك يا استاذ، اضمن التانيين يسحبوا، ما اضمنش العمر ما هيحصل. يبقى هو ده برضو النظام الانتخابي اللي كنا بنقول احنا مش احنا والمصريين الاحرار، احنا والمصريين الاحرار، والقانون اللي كنا عملناه مع بعض وكان معانا قوة تانية. انا كنت قعدت مع رئيس لجنة الانتخابات او على الهوى الحقيقة وقال ده احسن مقترح قانون جالنا، انه ما نفذتوش ليه؟ قال تجربة جديدة ما اقدرش انفذها، تجربة جديدة. فراحوا عاملين لنا ايه، وانا كنت بعذرهم في اللي هم عملوه ده من اللي داخل في الدستور، انما كان ممكن برضو في حلول. اقول لحضرتك حاجة، نفترض ان المرأة عاوزة تمييز لفترة معينة، ده قايمة دي ما اسمهاش تمييز حقيقة خالص. يعني الصح اللي اتعمل في الكوتا وانا مقتنع بيه في المحليات، اما حضرتك تقول لي 25% في المحليات سيدات و25 شباب، اقول لك 100% لان هيدخل لي 15000 انسه وامراه، 15000 و15000 شاب في المحليات يدخلوا يتنافسوا وينجحوا، وبعد العدد الكبير ده ال15 وال15000 ما ينجحوا يبتدوا هم بيتعاملوا مع الشارع، بعد اربع سنين هم يطلع منهم قيادات في السيدات وقيادات في الشباب. دلوقتي ده ما بسموهوش كوتا للسيدات، لان اللي داخلين دول مش بيمثلوا سيدات مصر، ده احنا بنتكلم على 21 واحده اللي هيتحطوا في الاوائل، اللي هتعرف دكتور جنزوري هيحطها في القايمه، مش لازم هيجيبها من ايتال البارود ولا هيجيبها انا كنت اتمنى بقى مثلا عاوزه تعملي كوتا للمراه، عملناها زمان، كان مثلا محافظه طنطا مثلا كان متخصص لها مثلا يعني مقعد للمراه، كل السيدات اللي في طنطا اللي عاوزين ينزلوا ينافسوا بعض طلعوا لنا سيده، ده اسميه تنافس وحمايه الكرسي الى ان اشيل هذه الحمايه. ولو اني انا مع دكتور محمود عندي ايمان جوه ان كلنا واحد، ما فيش فرق بين كذا وكذا وكذا، ولكن بحميهم في المحليات لغايه ما يربوا اجيال. المراه هي اللي نزلتكم في اي استحقاق انتخابي، عشان كده انا سعيد بيها في المحليات وسعيد بيها الست هي اللي نزلت الرجاله. يعني دلوقتي بدي اتكلم عارفه يا استاذه لبنى، انا قلت حاجه اعيدها تاني وحضرتك فسريها لي بقى. المرأة 50% من المجتمع، أنا بتكلم كتعداد. طيب. ووصلت 52 ممكن، أنا بتكلم كتعداد. تمام. تصويتيا 60% وممكن أكتر. بالظبط. متفقين كده؟ تمام صح. اللي إحنا كنا عاوزين نعمله بقى إزاي نخلي المرأة تصوت للمرأة. يعني المرأة لو صوتت للمرأة 60% دول هيجيبوا البرلمان كامل من النساء. عايز تغير ثقافة الأندية. ان الست بالزبط. نفسها بتبقى هي مش، يبقى انا عاوز اغير ثقافة ايه الاول، اغير ثقافة الست للست. انا بتكلم في الاول وقت لغايه لما نغير الثقافه دي حضرتك يا طب وانا هعمل ايه اذا كانت ست ما بتديش للست؟ طب يعني اللي هنا احنا كرجاله مظلومين فيه او المجتمع، نخلي السيدات يشوفوا السيدات في مجلس الشعب وادائهم علشان يبقى فيه الله ينور. بص حضرتك وصلنا نقطه معينه، بس قبليها اقول لك بقى في ناس هتقول لك في ناس بتقول لك دي ثقافه وثقافه مجتمع. لا لو طبقتيها في الانديه، نادي الجزيره، نادي هليوبوليس، انا بتكلم على الانديه اللي مفروض الثقافه فيها عاليه قوي، هتلاقي برضو نسبه السيدات قليله جدا في النجاح، انا بتكلم على العموم. يبقى معناها ده حاجه في المجتمع مش حاجه في الاديوكيشن ولا في الثقافه. نغيرها ازاي؟ هتيجي بالمحليات وباللي حضرتك قلتيه، دي احسن نقطه، ان انا وانا بختار اختار السيده اللي تدي مثل لقدام، مثل يشجع الراجل والسيده انها تديها، انا بتكلم على العموم التجربه الناجحه، انما مش مجرد احط كوتا وابتدي اجيب اللي انا عارفه في الكوتا فتبتدي التجربه دي تتضرب من اساسها. هو ده الفرق. الست تعمل لك مشكله في القايمه. لا 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 ده كلهم كمان